السلام عليكم البنات، كي درتو لاباس عليكم؟ نتمنى هذا المساء ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بصحه جيده. المهم، الموضوع ديال اليوم هو انني بغيت نهضر معكم على الدروس المنزليه او الدراسه داخل المنزل. المهم، انا اللي بغيت نشارك معكم التجربه ديالي، كانت زوينه زوينه بزاف. انا اليوم تعاملت مع وليداتي بحال لانني راني في وسط القسم، درت السبوره قدامي، حطيت لهم الدروس ديالهم، كل واحد حطته في طبله. بديت معاهم من A0، كيف ما تيبداو في القسم بديت معاهم. اليوم من الرياضيات، الفرنسيه، تربيه اسلاميه، اجتماعيات، واستعنت بالقنوات الرائعه، الله يجازيهم بخير والله العظيم. الى من هذا المنبر هذا انا تنشكرهم بزاف، تنقول لهم جزاكم الله كل الخير، جزاكم الله كل الخير والله العظيم. لولاكم راه ما كاين والو صراحه. ساعدوني، ساعدت نفسي انا بعدا، اولا ساعدت نفسي باش وعرفت كيف ندير نتعامل مع وليداتي، وكي ندير نحط لهم الدروس، وكي ندير نفهمهم. ولله الحمد استطعت انني نوصل لهم كل شيء بفضل الله وبفضل القنوات. وتنشكر عندي من هذا المنبر هذا، انا تنشكر بعد المعلمين، تنشكرهم بزاف 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 على المجهودات ديالهم الجباره، الله يجازيهم بخير. وتنشكر هاد المعلمين اللي داروا لنا قنوات رائعه، والله الا غزاله غزاله، تفهموك الشرح كل شيء مبسط، يعني حتى اللي ما كانش عندك درايه انت بهذيك الامور يعني تتفهمي راه حنا ماشي كنا مازالين عاقلين على الامور ديال القرايه كيفاش كانت وكيفاش هادي وهادي وهادي، ولكن هاد القنوات هادي جزاهم الله كل الخير، تيبسطوا لك الامور بواحد الطريقه اللي هي جميله جميله بزاف. والحمد لله اليوم داز معايا عندي النهار زوين مع وليداتي، من 10 ديال الصباح حتى ل 12 وانا معاهم، حتى سالينا درت لهم استراحه. شنو هي استراحه؟ هي يعني في الجوج غادي نعاودو نبداو. قطعنا مع 12، بداو الدراري ديالي تيلعبوا شويه، ما بدوش لهم الماكله ديالهم، كلاو داروا لا سيست واحد شويه، وعاود رجعنا جلسنا كاننا في قسم. واحد الانضباط، واحد شنقول لكم، واحد الطريقه رائعه اللي مشيت معاهم بها. وبدينا عاود الدروس ديالنا كما هي، كما انهم راهم في وسط القسم ديالهم. علاش؟ باش ما يضيعوش وليداتنا، كما قالوا الناس المختصين، هذه ماشي عطله، هذا الشيء يعني خارج هاد اللي حنا مازال ما وصلتش، كما تيقولوا مازال ما وصلتش لا عطله لا حتى شي حاجه. والوليداتنا ما خصهمش يضيعوا، ما خصهمش يدعوا، خصنا وليداتنا نتبعو معاهم. وحتى اللي ما قاريش او لا ما فاهمش، الله يحسن العوان، التليفون كاين الحمد لله، كاين القناه الثقافيه زوينه بزاف. انا راه منين انا دايراها يعني فاش توصل شي حاجه ديال المستوى الثالث ولا الرابع، يعني عرفتي بقيت حاضيه باش انا نفهم ونعرف يعني ونبسط لوليداتي الامور كلها. ولله الحمد كانت الامور جيده جدا. ان شاء الله غادي نشارك معكم، غندير فيديو بالنسبه للطريقه ديالي كيفاش نقري وليداتي في وسط الدار، كيفاش متبعه معاهم دروسهم، وكيفاش كانت الامور بيناتنا. المهم كل شيء داز على خير وبخير ولله الحمد. المهم البنات، كما قلت لكم النهار كان زوين بزاف، رغم ان الوليدات راكو عارفين الله يكون في العون المعلمين، والله لا تيعصبوا يكون لهم في العون، راهم تيصبروا معنا صراحه. وليداتنا باسلين، فما بالك ان 30 تلميذ او 29 تلميذ فما فوق هو في وسط القسم، وكلهم تيبرزطوا وكلهم تيديروا البسالات، وكلهم هذا يسمع هذا ما يسمعش، هذا تيقرا هذا ما تيقراش، زعما جزاهم الله كل خير. انا تنشكرهم بزاف المعلمين كلهم، وتنقول والله يرحم المعلمين، الله يرحمهم اللي قراونا ولا كانوا في الحياه، الله يجازيهم بالخير، قراونا والحمد لله وفهمونا وخلونا احنا عارفين شنو نديرو مع وليداتنا، جزاهم الله كل خير. المعلمين ديالنا فوق راسنا، نبقاو مفكرينهم دائما وابدا. المهم، الموضوع الثاني اللي بغيت نهضر عليه هو اخوتي والله العلي العظيم، اليوم واحد الحسره، قهاوي سدو، عرفتي واحد الازمه، واحد الحاله، بقاو فيا دوك الناس مساكن، دوك السربايا ودوك الناس اللي خدامين مثلا في عند السناكات ديال الماكله، والله والله الاخوات الا زعما داك الشيء تيحز في القلب ديالنا، والله ناس مساكن يلاه تيصوروا نهارهم ما عندهمش، الله اللي عليه وعالم بهم. غير الاشاره، انا بغيت نقول لكم
تعاونوا مع هاد الناس اللي لقيتوهم تعاونوا معاهم. ربي راه عطانا هذا، راه ماشي مرض، ماشي اخرت الدنيا. رمضان ان شاء الله غيبراو الناس وغادي ترجع الحياه للسميس، ولكن ما ننساوش واحد النقطه، ان هاد الناس هادو راه خصنا نتعاونوا معاهم. هاد الناس المساكين نتفكروهم، نحسو بهم، ماشي انا نمشي نتقدى نخوي مثلا. انا ما عنديش، يقدر ربي هاد الشيء كامل في سيمانه يمشي كل شيء، ما يبقى لا مرض لا والو، ويبقى داك الشيء كامل، داك الستوكات اللي حنا داين لديورنا، وحدين اخرين ما لاقين ما ياكلوا. الله يخليكم، الله يخليكم. نفكروا شويه في الجانب الديني، نفكروا شويه في الجانب الانساني. ناس مساكن ما لاقيه ما تاكل بهذا المعنى هذا. المهم البنات سمحوا لي قطعت شويه، والله العظيم الا بقاو في دوك الناس مساكن. درنا واحد الدوره وشت القهاوي كلهم تصوري 6 ديال العشيه، كلشي ساد. عرفتي واحد الحاله زعما، ما عرفش نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. بقاو في دوك الناس بزاف مساكن تيخدمو بواحد النهير اللي هو بسيط، وفي العشيه غيمشي يعني الى جلسو. شوفوا العلم لله شحال غادي يخليو هاد القهاوي سادين، والانسان ما يلقى ما يوكل وليداتو، ما يدخل على وليداتو. لا اله الا الله. المهم حنايا كمسلمين الله عطانا هاد الوباء هذا، باش نتفكروا بعضياتنا، باش نرحموا بعضياتنا، باش نكونوا مع بعضياتنا. راه ما يمكنش اننا كل واحد يفكر في راسه، لا انا نفكر فيك وانت تفكر فيا، ونتعاونوا بعضياتنا. لحقاش الحياه ما دايما حتى الواحد، خصنا نتفكروا الناس، وخصنا نكونوا يد وحده، خصنا نكونوا ناس يعني اللي تفكروا في بعضياتهم. ما نفكروش غير في راسنا بوحديتنا، نفكر في داك الانسان اللي ما عندوش، نديلو نعاونو نساعدو نتضامنو بيناتنا. شتي هذا راه الله عطيه لنا اختبار، اختبار تيجربنا تيشوف شنو في قلوبنا، واش كاين الايمان في قلوبنا، واش كاين التعاون بيناتنا. لا اله الا الله. المغاربه الحمد لله معروفين بالكرم ديالهم، معروفين ونعرفو كيفاش نعيشو ونقتصدو. هذا الشيء كله عطاه لنا الله اختبار، باش كل واحد فينا يعرف الحياه كيفاش غادا، يعني فاش غادي يوقفوا مثلا الحوانت ولا السوبر ماركت والخدمه وهذا. راه الانسان ما غتبقاش شكل المداخل اليوميه كيف ما تتكون، وكما الخضره مشتته في الثلاجه تقدر تخسر وكاع وتلوحيها، لا. دابا الله عطانا اختبار، حنا فواحد الاختبار اللي خصنا ننجحوا فيه كمسلمين، خصنا ننجحوا فيه، خصنا نتضامنوا، خصنا نكونوا كلنا مع بعضياتنا اليد في اليد، ما نتخلاوش على بعضياتنا. والله راه حتى واحد ما غيموت بالجوع، وحتى واحد ما غادي، الحمد لله راه الله كريم. شتي الله رزاق الحمد لله، والله غير رزقنا وغيكرمنا، والله يجازيكم بخير. نكثروا من الاستغفار، ونكثروا من تفكروا الله، ونتفكروا انفسنا قبل من اي حاجه. راه ماشي الموت هي اللي خايبه ولا اللي صعيبه، لا، راه الطريقه باش الانسان غادي يموت. مات بكورونا، ماتت بكورونا، او مات الموت راه غادي نموتوا كاملين، راه ما عليها حتى شي هروب، اكيد غادي نموتوا ما كاينش. ولكن حتى واحد ما باغي يموت بشي مرض او وباء او شي حاجه اللي هي خايبه. نموتوا في طاعه الله ورسوله، ونكونوا متضامنين، نكونوا تنبغيو بعضياتنا، نكونوا تنحسوا بعضياتنا، واكثر حاجه يكونوا المغاربه قراب من بعضياتهم. كما تتشوفوا البنات، الموضوع الاخر اللي انا باغا نهضر معكم فيه اللي هو الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. بلا ما نتسالف، بلا ما كي درتي لاباس عليك داكشي كامل نحيدو هذاك. لاش دابا خصوصا في هذا الوقت هذا اللي فيه هذا الوباء هذا، نبعدو على بعضياتنا، كل واحد يجلس في دارو، اللي بغى يتقلق يتقلق. لحقاش انا ما يمكن ليش نادي جداتي وخالتي وعمتي وفلان وفلتان والوليدات الصغار والناس الكبار، وانا عارفه راسي مريض. الا مريض نجلس في شي بلاصه في بيت، نسدو عليا وناخذ الدواء ديالي وناخذ المسائل ديالي، ونجلس
فواحد البلاصه ديالي اللي انا مريض فيها، ما نعاديش الناس، ما نعاديهمش. نحافظوا بزاف على النظافه ديالنا، نحافظوا كل شويه نمشيو نغسلوا نتفكروا ديداتنا. الحمد لله الدين ديالنا راه حريص على هاد المسائل هذه، ماشي بالضروره انا نتلاقى كنبوس كون عنقكو كي درت شي لاباس وهذا، لا، مادام كاين وباء، مادام ان الحركه وقفات، يعني تبقاو يتسدوا الناس جلسات، يعني راه كاينه شي حاجه اللي هي خايبه. حنا خصنا نحدو هذا الوباء، حنا خصنا خاص الناس تبرع، خاص الناس هاد. ودابا اليوم بحال دابا مثلا 37 حاله، والعلم لله شحال كاينه من حاله اللي مازال ما تكتشفاتش. علاش نبقاو تناديو في بعضياتنا؟ نحدو من السلام، نحدو من بزاف ديال الحوايج. المهم البنات، ما نكترش عليكم، ما نطولش عليكم. الهدف من هذا الفيديو هذا هي التوعيه لا غير، اننا نوعيو بعضياتنا، اننا ما نتجمعوش مع بعضياتنا، نحاولوا هاد الفتره هذه، هاد الفتره ان شاء الله ازمه وغادي تدوز، يعني هاد الشيء راه ما غاديش يبقى. نحاولوا نبعدوا شويه، ما كاين لا سلام لا تجمعات لا حتى شي حاجه. كاين الناس اللي تتقلق، تنقول لهم الا ما تقلقوش، لا ما تقلقوش، هذا راه واحد الوباء اللي هو خطير خطير جدا. الا مرت انا وعديت معايا 10 ديال الناس، شنو استفدت؟ ما استفدت حتى شي حاجه، بالعكس حنا ما باغيين نموتوا في طاعه الله ورسوله، ما باغيينش نموتوا بواحد الوباء ونبقاو تنعاني ونشوفوا داك الانسان تيعاني. راه والله العظيم الا 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 مرت شي واحد من عائلتك لا غيبقى فيك الحال بزاف، ديك الساعات غادي نتيقوا بان راه كاين الوباء وكاين المرض وكاين هادشي كامل. ومن هذا المنبر هذا تنشكر، تنعاود نشكر مره اخرى المعلم، تنقول لهم شكرا بزاف 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 على ذوك القنوات، وتنشكر الناس بعدا اللي تيحاولوا يوعيو ويوريو للناس. ومره اخرى تنقول الله يجزيكم بخير اللي بقى يتعاون مع الناس اللي ما فحالهمش ومساكن غيوقفوا، ما كاينه لا خدمه لا رزمه، مني وجبد الى يبان لي الانسان اللي هو محتاجني نوقف في جنبه في هذه اللحظه هذه، ولو بالقليل ولو بشي حاجه بسيطه، نحسوه بانه كاينين حنا وحنا مع بعضياتنا. المهم شكرا وباي باي عليكم، واللي ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.